أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. ضيفنا في هذه الحلقة وزير الخارجية الألماني السابق ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في البرلمان الألماني السيد فرانك فالتر شتاينمايا. أهلا وسهلا بك. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. شكرا على الدعوة. شكرا على حضورك معنا. سيد شتاينمايا، لنتحدث بداية عن تقييمك للسياسة الخارجية الألمانية في عام 2011 وخاصة تجاه ما يسمى الربيع العربي. Offen gesagt, بصراحة لم أكن أتوقع ما حصل. كنت أنا نشيط في السياسة الألمانية الخارجية والأوروبية. هذه السياسة تلكأت للأسف في السنة الأخيرة لما يعني في التجاوب عما ما حصل. طبعا كان هناك مفاجأة كبيرة، لم يتوقع أحد أن يحصل ما حصل، ولكن كنا بالتأكيد معجبين بما يتم. الناس نزلت إلى الشوارع، طلبوا بالديمقراطية، بالحرية، بانتخابات حرة. ولكن علينا أن نقول أن السياسة الرسمية الأوروبية كانت متلكئة حتى في تقديمها الدعم والعون لهذه المطالب. كنت أتمنى أن تكون أوروبا أكثر نشاطاً وأسرع في تجاوبها مع الثورات العربية. طيب، هل تعتقد بأن انشغال ألمانيا بالأزمة الاقتصادية في أوروبا شغلها، أو كانت مشغولة ألمانيا إلى حد كبير ما يمنعها يعني إلى التفات إلى القضايا العالم الأخرى؟ بالتأكيد هناك سببان. الدول الأوروبية مشغولة بشكل مكثف لحل المشكلة والأزمة في أوروبا. نحن ما زلنا بعيدين جدا عن إيجاد حلول ستستغرق إعادة الاستقرار الاقتصادي في أوروبا سنوات عدة، ولكن هذا يعتبر أيضا تحذير لنا لأوروبا. علينا في الواقع أن لا نركز فقط على دولنا، لأن مستقبلنا ليس مرتبط فقط بأوروبا وباليورو وباستقرار الاقتصاد لدينا، بل هو مرهون أيضا بأحوال جيراننا، جيران الاتحاد الأوروبي مثل شمال أفريقيا والعالم العربي. لذا لابد أن يكون لدينا موقف من التغييرات في تلك الدول. ولكن كيف يمكن أن تؤثر البلدان المجاورة بشكل فعلي على استقرار الاتحاد الأوروبي؟ Ich habe hier in Deutschland einen Satz gesagt. لقد قلت جملة هنا في ألمانيا استغرب لها الكثيرون، ولكن أعتقد أنها كانت محقة. قلت: نحن جميعا سعداء، نكون سعداء عندما يكون هناك ديمقراطية في شمال أفريقيا وفي كل الدول العربية، ولكننا نحن في ألمانيا خضنا تجربة خاصة مميزة، وهي أن الديمقراطية تحتاج لديمقراطيين. ما معنى ذلك؟ عندما يتظاهر الناس اليوم في شمال إفريقيا، ينزلون إلى الشوارع، يناضلون من أجل الديمقراطية، عندما يلاحظون بعد سنتين أو ثلاث سنوات أن التغيير السياسي لم يجلب الكثير، ما زال هناك بطالة بشكل كبير، ما زال هناك فقر إلى آخره. إذن لا يمكننا أن نتصور أن الناس ستبقى معجبة بالموضوع الديمقراطي. من هنا أعتقد أنه يمكن لأوروبا أن يكون لها دور مهم في دعم الديمقراطية في شمال أفريقيا، مثلا على صعيد دعم المؤسسات الحكومية، دعم تطوير نظام اقتصادي ناجع، الثورات، الانتفاضات التي قام بها الجيل الشاب الذي عمره بين 20 و30 عام ربما، وعادة هم من الشريحة المتعلمة في المجتمع. لابد من أن يحصلوا على
فرص عمل حقيقية ومقبولة. إذن لابد من تقديم مساعدة أيضا اقتصادية، بمعنى أيضا بناء البنى الاقتصادية في تلك البلدان. أوروبا يمكن أن تقوم بهذا الدور، يمكن أن تتحمل هذه المسؤولية، ولكن دون أن تتدخل في شؤون هذه الدول. هذا شيء مهم جدا. الأحوال الداخلية في تونس مثلا أو في مصر لا تعتمد على ما يتمناه الساسة الأوروبيين، بل تعتمد بشكل أساسي على الواقع المصري. الشيء المهم أن هناك حصل انتخابات حرة، وعلينا أن نقبل بها بغض النظر عن نتائجها. طيب، سنتابع حديثنا في العمق حول التغيرات التي طرأت على العالم العربي، وخاصة بعد انطلاق ثورات الربيع العربي وحاليا، ولكن بعد التقرير التالي الذي يستعرض بعض محطات ضيفنا العملية والشخصية. فرانك فالتر شتاينماير، السياسي المخضرم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، معروف بقربه من المواطن وبهدوئه ولطفه واهتمامه بهموم الناس، وأيضا بقدرته على الابتعاد عن السياسة عند الضرورة. عام 2010 وهب شتاينماير زوجته إحدى كليتيه، ما دفع الناس لإبداء مزيد من التعاطف معه. عندما يلقي زعيم المعارضة كلمة في البرلمان الألماني يكفهر وجه المستشارة. فشتاينماير لا يتوانى عن انتقاد أداء الحكومة، وبخاصة سياستها الأوروبية بشأن الأزمة المالية، إذ يريد أن تكون هناك سياسة أوروبية ضريبية ومالية مشتركة، ويطالب بترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، كما يتهم ميركل بأن خطها السياسي متقلب. البيت الأوروبي على وشك الاشتعال، وأنت خائفة من أن تحرق يديك وتخشين من تحمل مسؤولياتك السياسية. رغم ذلك عمل الاثنان بنجاح كبير ضمن الائتلاف الحكومي الموسع حتى عام 2009، فكان شتاينماير وزير الخارجية وميركل المستشارة، ونال إزاء أدائه الدبلوماسي الرفيع تقديرا عاليا في العالم. زار الشرق الأوسط عدة مرات، ولم يفقد إلى اليوم حماسه لبناء سياسة أوروبية خارجية متجانسة. عندما خرجت الشعوب إلى الشوارع في العالم العربي مطالبة بالحرية، لم تتفاعل ألمانيا وأوروبا كما يجب، ما اعتبره شتاينماير هدرا لفرصة تاريخية. طالب بخطة مارشال لدول المغرب، داعيا أوروبا إلى تقديم يد العون لبناء الديمقراطية والتعليم والاقتصاد. ويرى شتاينماير فرصا كبيرة في ليبيا. إذا سار هذا البلد على الدرب الصحيح، يمكن أن يصبح عامل استقرار في منطقة شمال إفريقيا المتغيرة إلى حد كبير. السبب يكمن في مخزوني النفط والغاز الكبيرين اللذين يجعل ليبيا دولة غنية. ويرى شتاينماير فرصا كثيرة للعالم العربي وأوروبا في قطاع الطاقة تحديدا، حيث يطالب بتعاون وثيق بين ألمانيا والجزائر على صعيد الغاز، كما يرى إمكانية إشباع حاجة العالم العربي للطاقة بشكل مستدام عبر تقنية الطاقة الشمسية والرياح المصنوعة في ألمانيا. إذا تبرعت بكليتك لزوجتك عندما كانت مريضة بقصور الكلية، ألم يكن ذلك قرارا صعبا؟ هذا يبدو صعبا للآخرين، ولكن عندما يكون الإنسان يعيش في علاقة طويلة مع إنسان آخر، بالنسبة لي أنا مع زوجتي منذ 20 عاما، لا يمكنني أن أقول أنني كنت مستعد لاتخاذ مثل هذا القرار. لا أحد يستعد لمثل هذا القرار أيضا، ولكن عندما زوجتي كانت مريضة بشكل شديد، ظننت أنهم القرار ليس لي، لربما حلفني الحظ لأن تكون كليتي سليمة وأستطيع أن أهبها لزوجتي، وهي اليوم تعيش بشكل سليم، وهذا من حظنا نحن الاثنين. نعم.
سنترك الناحية الشخصية وننتقل إلى الناحية العملية وحياتك العملية. عندما كنت وزيرا للخارجية الألمانية قمت بزيارات عديدة إلى الشرق الأوسط وتحدثت إلى العديد من الأطراف هناك. ما هو العائق الرئيسي برأيك في وجه حل الأزمة الكبرى في الشرق الأوسط، أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ بالفعل لقد زرت الشرق الأوسط عدة مرات عندما كنت وزيرا للخارجية، لربما كان العدد 15 زيارة خلال هذه الفترة، والأسباب وجيهة. أحد الأسباب المعروف أيضا في الدول العربية هو يعني العلاقة التاريخية والمسؤولية التاريخية التي لدينا تجاه إسرائيل. إسرائيل تطالب طبعا بحماية مواطنيها، هذا ما نجده أيضا مشروعا، ولكن أرى أنه على المدى البعيد لابد من الوصول إلى حل دولتين في الشرق الأوسط. لدي تفهم كبير للمصالح الأمنية الإسرائيلية، ولكن من ناحية أخرى علي أن أقول أن حل الدولتين لا يقبل في إسرائيل كثيرا، ويقال أنه اختراع فلسطيني، ولكن هذا هو شكل الحل الوحيد الذي أراه ممكنا لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. هذا الشكل الذي أتصور أنه يمكن أن ينهي الصراع في مجمل المنطقة، ويمكن أن يكون حل بنا. لكننا الآن في مرحلة توتر، هناك تغير كبير في مصر فيما يخص عقود واتفاقيات السلام. مصر والأردن لديهم وضع مستقر على هذا الصعيد، ولكن أعتقد أن الأكثرية التي يعني ربحت الانتخابات لن تضع اتفاقية السلام محط السؤال، ولكن كيف ستتصرف الحكومة المصرية القادمة أو المستقبلية تجاه إسرائيل؟ هذه أسئلة مفتوحة حاليا، ولكن هي أيضا مفتوحة بالنسبة لإسرائيل. نعم طبعا، الطرف الفلسطيني والإسرائيلي والمصري يعني ليسوا الوحيدين في هذا الصراع أو في هذه الأزمة. أنت قمت أيضا بزيارات إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وقابلت الرئيس السوري، ما هو انطباعك عنه؟ علي أن أقول بصراحة أن هذا التطور الذي حصل في سوريا كنت أتمنى أن يكون بشكل إيجابي. في حالات نادرة كان لقاءات بناءة، ولكن في السنوات الأخيرة لم يكن هناك نزاع عسكري بين سوريا وإسرائيل، وكنت أتمنى دائما أن يكون هناك تطور إيجابي بوجود الرئيس الشاب الرئيس الأسد باتجاه عودة المساعي للقاءات من أجل السلام التي طرحها باراك في تلك الفترة، ولكن هذه الأماني لم تتحقق للأسف. وهنا أقول أيضا بصراحة أنني من ناحية لست راض ومتشائم من هذه التطورات التي حصلت في سوريا. الرئيس السوري الشاب لم يستطيع أن يتحرر من القوى أو من القوى القديمة في سوريا لكي يمارس سياسته الخاصة،
وظلت السياسة السورية قريبة من إيران ولم يكن هناك دور بناء لحل الصراع في الشرق الأوسط. من زاوية السياسة الخارجية هذا مؤسف، وهذا يعتبر مصيبة في الوضع السياسي السوري حاليا. تصلنا صور فظيعة عما يحصل في الشوارع السورية، وأنا حاليا لا أرى خروجا من هذا الوضع على المدى القريب، لا سيما وأن المراقبين العرب لم ينجحوا حتى الآن. وكيف ترى يعني المخرج الممكن من هذه الأزمة في سوريا؟ كما قلت أنا متشكك من الطروحات التي تأتي من قطر حاليا. التدخل العسكري في سوريا من أجل حماية المواطنين لا أعتقد أنه بديل سياسي حقيقي، وليس لدي الانطباع بأن العالم العربي يقبل بهذا الاقتراح القادم من قطر. هناك ملاحظات من عمرو موسى يقول أن الاقتراح مهم، ولكن يعني ذلك أن مصر متشككة من جدوى هذا الاقتراح، ولا أعتقد أن مصر ستدعمه. بوضوح أقول أن المجتمع الدولي سيصعد الضغط على سوريا لكي يخفف يوقف العنف إزاء المواطنين، ليوقف قتل المعارضين، وللبحث عن أسلوب للتعامل مع المعارضة والحوار مع المعارضة. هذا هو السبيل الوحيد. ولكن يعني هذا السبيل الوحيد هو زيادة الضغط، ولكن ما هي زيادة الضغط؟ لقد شاهدنا في الأشهر الأخيرة طبقت عقوبات اقتصادية وسياسية كثيرة على سوريا ولم يتغير شيء على أرض الواقع. ما هي زيادة هذا الضغط برأيك؟ Man braucht in der Politik sowieso gelegentlich Geduld. في العمل السياسي نحن بحاجة للصبر، وأنا أعني ذلك بحق. عندما نريد التوافق على عقوبات معينة علينا أن نقبل بأن هذه العقوبات تحتاج لوقت لكي تعطي أكلها. العقوبات الاقتصادية على سوريا لم تظهر حتى الآن جدواها بالنسبة للوضع داخل سوريا، وأعتقد أن العالم العربي هنا يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه سوريا. إذن المقاطعة العربية الاقتصادية لسوريا يمكن أن تكون أكثر وقعا وأكثر تأثيرا من المقاطعة الأوروبية. نعم، لننتقل إلى شمال أفريقيا حيث انطلقت احتجاجات الربيع العربي. لقد اتسم الموقف الألماني خاصة تجاه ليبيا، أقصد هنا ليبيا تحديدا، بالتحفظ، وامتنعت ألمانيا عن المشاركة في المهمة العسكرية للناتو هناك، وأنت يعني قمت بدعم موقف وزير الخارجية الألماني فيستافيلا عندما رفض المشاركة في العملية العسكرية للناتو. ما سبب موقفك في دعمه؟ علينا أن نوضح النقاش الذي حصل في ألمانيا. أولا السؤال طرح، هل تشارك ألمانيا عسكريا في هذه العملية؟ وهنا قلت يجب أن يكون لدينا في السياسة الألمانية المجال لأن نتخذ قرارنا بشكل حر فيها بخصوص هذا الموضوع. وألمانيا طبعا تصرفت بشكل غير سليم في الأمم المتحدة لأنها امتنعت عن التصويت أو تحفظت على القرار. هذا التحفظ وصل إلى الآخرين، إلى الأطراف الأخرى، بأن ألمانيا لا تريد الدعم، وهذا غير صحيح، وبالفعل أثر سلبا على السياسة الألمانية. لابد لنا من أن نتخذ فترة حتى
حتى نستعيد يعني عافيتنا ونستعيد قبولنا في العالم العربي. أعتقد أننا لم نقدر بشكل سليم الطاقة الكامنة الموجودة في ليبيا، المجلس الانتقالي وقدرته على الانتصار وقدرته على تشكيل حكومة. التطورات حصلت بشكل أكثر إيجابية مما توقعنا. خارج طرابلس وخارج بنغازي كانت تصلنا أخبار وما زالت ليست مسرة. في شهر ديسمبر الماضي لاحظنا أن هناك صراعات داخلية على السلطة بين قوى مسلحة، وبالتأكيد تريد أن يكون لها تأثير على التطور السياسي القادم. من ناحية أخرى هناك يعني عدد كبير من الأسلحة بين أيدي الناس والمواطنين. الوضع أيضا غير مستقر، لا سيما وأن القادة العسكريين السابقين يريدون أن يحتفظوا بهذا السلاح ليروا كيف ستكون التطورات السياسية، وإذا لم تكن لصالحهم لربما سيستخدمون هذا السلاح لتغيير الوضع. من هنا الأمور ما زالت مفتوحة وغير مستقرة، وبالتأكيد من الناحية الاقتصادية هناك قدرة كبيرة في ليبيا يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على استقرار الوضع في ليبيا. هذا ما يعني سنلاحظه في الأشهر القادمة. يعني دعوتم مرة إلى ما يسمى خطة مارشال لبلدان المغرب العربي كنوع من دعم هذه البلدان في تحولها إلى الديمقراطية بشكل مشابه للدعم الذي تلقته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لبناء ديمقراطيتها ومؤسساتها من جديد. ما الذي قصدتموه بالضبط في بهذه الخطة؟ وألا تعتبرون ذلك يعني خطرا أو أمرا محفوفا بالخطر إلى حد ما قد يفهم على شكل نوع من التدخل في شؤون هذه البلاد؟ Es ist natürlich überhaupt nicht dasselbe Verhältnis wie das. طبعا الواقع يختلف تماما اليوم عنه بعد الحرب العالمية الثانية ووضع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. أمريكا كانت معنية ومشاركة بشكل مباشر بهزيمة النظام النازي في ألمانيا، وكانت تريد أن تتحمل المسؤولية السياسية هنا في أوروبا. وبدون هذه الإرادة لما استطاعت ألمانيا خلال 5 سنوات بعد الحرب أن تستعيد استقرارها وأن تتطور بشكل ديمقراطي. العلاقة بين أوروبا والعالم العربي مختلفة تماما. أنا لست هنا يعني مع موضوع مارشال بلان بشكل أساسي، ولكني استخدمت هذا المصطلح لكي أعبر عن حجم التحدي الذي يواجهنا ويواجه العالم العربي. هناك تحول مهول هناك، وأعتقد أن كثير من الخبراء في السياسة الخارجية يعلمون ويرون ذلك على هذا النحو. أتحدث مع المعارضة وتحدثت مع المعارضة المصرية في السنوات الأخيرة ولم يكونوا يتوقعوا أبدا هذا التغيير، ولكن خلال 18 يوما تغير الوضع تماما في مصر وفي تونس. أنا أقول دائما أن شمال أفريقيا هو جنوب أوروبا، كل جنوب الحدود الأوروبية، كل ما يحصل هناك ينعكس مباشرة على أوروبا. لذلك لدينا اهتمام ومصلحة كبيرة بأن يكون وضع مستقر في هذه الدول. لا نريد أن نؤثر على الانتخابات وعلى نتائج الانتخابات، لكننا نريد أن ندعم
ودعم الاقتصاد المؤسسات الاقتصادية. هذا ما قصدته بمارشال بخطة مارشال لشمال أفريقيا. طبعا ليست أوروبا وحدها تتحمل المسؤولية، أيضا دول عربية أخرى لديها وضع اقتصادي جيد، وضعها يكون ربما يكون أفضل من مصر، هي أيضا تتحمل مسؤولية. نعم، وكيف ترى مستقبل العلاقات الأوروبية العربية وخاصة يعني في المستقبل، وخاصة في ظل وصول أحزاب إسلامية إلى الحكم في كل من مصر وتونس، وربما قد يصلون يعني في البلدان الأخرى، كيف تتوقع أن يكون شكل هذه العلاقات في المستقبل؟ أنا شخصيا لست متفاجئا من نتائج الانتخابات في مصر وتونس، ولكن ربما يكون هناك تفاهم في العالم العربي لموقفنا في أوروبا عندما نكون متشككين من هذه النتائج، عندما يحصل الإخوان المسلمين على 45% من الأصوات والسلفيين على 20% من الأصوات. لا نعرف كيف ستكون العلاقة مع أوروبا في المستقبل، هل ستسوء؟ أنا لا أعتقد ذلك. نحن في أوروبا علينا أن نكون نتحلى بالصبر لنرى ماذا ستفعل هذه الأحزاب الإسلامية، لربما تكون معتدلة وستطور علاقات إيجابية. هناك نماذج إيجابية في العالم مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا، نحن لا نعرف أعرف إذا كان هذا النموذج يصلح لتونس ومصر، ولكن نحن علينا أن نتحلى بالصبر في أوروبا لنعرف كيف ستتطور الأمور وأن نقبل ونحترم نتيجة الانتخابات. نعم سيد شتاينماير، أشكرك جدا على حضورك معنا وعلى حديثك الشيق عن حياتك الشخصية وعن حياتك العملية والسياسية، وأشكر حضوركم ومشاهدتكم أعزائي المشاهدين. كما أذكركم بأن يمكنكم التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك مباشرة بعد نهاية الحلقة، وإلى لقاء قادم، دمتم بألف خير.